الميدان. إذن بسم الله وعلى بركة الله انطلق أول الأشواط. شوطنا الرئيسي ينطلق هنا أمامكم مباشرة في الكادر العلوي. انطلق مع أول المنطلقات اللي أرى هناك فراشة. إذن من بدأت تفرش الميدان؟ فراشة اللطيف مساعد بن عبد اللطيف في مقدمة هذا الشوط، ولكن أرى التغيير السريع الذي طرأ على مقدمة هذا الشوط. رويال في مقدمة هذا الشوط لجمعة بن خاطر مع رويال هناك في الصدارة. ثالث مراكزنا، عطوني اللي في ثالث المراكز، اللي في ثالث شغب من بدأ. إذن بإعلان الشغب للشيخ علي بن عبد الله الثاني. يا سلام يا أهالي الدوحة، أهالي الدوحة متواجدين في هذا الشوط. يا سلام يا الشغب، شغب الشغب ولع الشوط. الله يا الشغب ماخذ سيارة في هذا المضمار، وستكرر هذا الانتصار على أرضية الميدان وسط هذا الحضور الجماهيري الغفير. الله مسافتنا هي الكيلوين متر، الكيلوين ونصف متر هنا على أرضية هذا الميدان في مهرجان سلطان بن زايد التراثي. ولكن الله يا الشغب خذت التعليق والتصوير والجماهير، وأقول عيني عليك باردة بسم الله عليك، كل العيون اللي تشوفك في الله شرها. الله 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 يا الشغب. بعدت المسافة من فريق الوعب، حيث وصلتني هذه المعلومات أنها من فريق الوعب، ولا زالت للشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. سلام الدوحة، سلام وتحية واحترام على من رويال لجمعة خاطر في ثاني المراكز. وحرك اللي بتحرك، واللي في ثالث المراكز مزيد في ثالث المراكز سيف المنصوري. ولكن أعود والعود أحمد مع الشغب. يا سلام يا الشغب، شغبة تهانينا والناموس لمالك الشغب الشيخ علي بن عبد الله الثاني. سلام الدوحة، سلام اللي في ثاني المراكز رويال لجمعة بن خاطر، وفي ثالث المراكز سيف المنصوري مع مزيد. ونقول تهانينا والناموس، وكنا معكم في أول أشواطنا الشوط الرئيسي